لك على الفيلم وحابين نعرف يعني تحضيرات حضرتك للفيلم كانت ازاي، يعني اصعب الحاجات اللي حضرتك مريت فيها الى ان النهارده يتعرض ضمن مسابقه الافلام الروائيه. عرضتني صعوبتين، الصعب اللي هو موجود في الفيلم نفسه انه الفيلم يحكي قصه في الخمسينيات الاحداث تصير، وطبعا ككل اماكن الدنيا الاشياء تغيرت، يعني الثياب، الهندسه المعماريه، الاكسسوارات، كله ولازم تمر الاحداث في الخمسينيات، فكان صعب ان نجد الاقمشه اللي كانت موجوده في الخمسينيات. نخيط دريس يعني فساتين زي الخمسينيات، نشيل البلاستيك الموجود في كل مكان وفي كل حتى القنوات الفضائية الموجودة في كل المهم. هذه الديفيكولتي اللي هي مرتبطة بالموضوع نفسه. الديفيكولتي الثانية، احنا لما كنا نحضر في التصوير جات الكورونا ووقفنا كل شيء، ثم عينت انا مدير مهرجان قرطاج، فما عنديش الحق ان اباشر اعمالي الشخصية، سنتين بقيت يعني استنى لحد ما خلصنا الدورة الثانية، وعلى طول بديت صورت ومنتجت في 6 أسابيع. يعني هي عودة، طريقة، هي علاقة ابن بعائلته بأمه والمحيط بتاعه، فعوض أن نعمل الحنين بصفة هيك خاصة خليت يعني العودة باش يذر الرماد نتاع أمه، لأن هو أمه حيدفن الرماد نتاعها، فالعودة إلى الماضي لقيت لها يعني مشاعر واحساس مهم جدا. عايز اعرف برضه مشاركه فيلم في مهرجان القاهره بتمثل حضرتك؟ والله شوف، في سني انا ما شاء الله عديت مهرجانات عالميه كثيره. القاهره شاركت بشمس الضباع مع محمود مرسي الله يرحمه، شاركت كعضو لجنه التحكيم من 15 سنه في مهرجان القاهره، بس اول مره يعني في السنوات الأخيرة أجي من القاهرة، وأنا سعيد بهذا الاختيار ومشكر لجنة الاختيار.